قراصنة عمان وأصعب لغز من هداك الزمان، لغز العالم الجميل وقصة كنز كاسر المستحيل، الغاز وخفايا ما إلها دليل، وبين قال وقيل وناس أحصان وناس عفيل، واللي بيحكي إنه الكنز ما طلع من جزيرة العالم الجميل. وهيك بلشت هالقصة من هداك الزمان، مغامرات وتحديات بعمان، وبين تعبان وبين توهان لازم كان نكون بكل مكان. 850 قرصان لفوا بكل عمان ليحلوا اللغز اللي ما حدا عرف يحله من زمان. لكن ما في إشي مستحيل على قراصنة عمان. جاهزين؟ طب اول اشي راح نعمله بدي اشوف نطة كتير عالية من كل شباب بايرتس اوف عمان. يلا واحد، اثنين، ثلاثة.